يلعب براسه الى المختار، لكن حلوه ياخذها على طول وماشي فيها حسن غلفان. حسن غلفان يلعبها بين علي ابو شقر، داخل فيها علي ابو شقر بيحط الجول، لكن في اوفسايد في اوفسايد في اوفسايد في اوفسايد، في تسلل في تسلل. لما لعبت الكره من حسن غلفان في حاله انطلاقها لعلي ابو شقر، الحكم مساعد الحكم شايف ابتسامه طبعا من الحكم الدولي احمد جاسم، على اساس ان اللعبه كان فيها تسلل في حال انطلاق جاسم مندي. شوف اللعبه، شوف شوف الكره لما لعبت، شوف لما اخذها كان متسلل، شوف على خط واحد مع دفاع الاهلي ودخل فيها، والجمهور ايضا تفاعل مع الكره على اساس ان الكره بالجول. مراقب الخط حكم الدولي جاسم مندي رافع رايه.